تشهد المعارض السلعية المشاركة في مبادرة خفض أسعار السلع وعددها 7000 معرض إقبالا كبيرا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية. المبادرة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، تتضمن توفير 48 صنفا لعدد 7 سلع أساسية تشمل السكر والأرز والزيت والفول والمكرونة بتخفيضات تتراوح بين 15% و25%. طبعا مديرية التموين الدهنية قامت بتخفيض السعر في طبعا تنفيذ تعليمات فخامة السيد الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المعارض بالإضافة إلى السلاسل والمولات الكبيرة. واحنا دلوقتي في بعض السلاسل التجارية موجود فيها الأصناف اللي هي ضمن المبادرة اللي هي السكر والزيت والرز بالأسعار حسب المبادرة. السكر بيبدأ ب 27 جنيه، وعندي الرز بيبدأ ب 22 جنيه، وعندي مثلا البيض ب 125 جنيه، عندي الزيت بيبدأ من 32 و34 لغاية 46 جنيه اللتر الخليط. بنقدم عروض وبنقدم تخفيضات في جميع السلع الغذائية. عندنا المكرونات اسعارها ما شاء الله بدأ من اول 17.75، عندنا البيض ب 125، وعندنا السكر ب 27، والزيوت والحمد لله عندنا الكميات وعندنا وفره في البضاعه. احنا هنا بنقدم تخفيضات هائله على العسل، بنقدمها للمواطن في خدمه الوطن، عاملين اسعار تخفيض 20%. النهارده بنتكلم عن مبادره تخفيض الاسعار وتواجدنا في الشوادر. الشوادر هي اليه مهمه لطرح السلع وطرح السلع المبادره باسعار مخفضه. بنتكلم على مبادره 7 سلع رئيسيه او 7 مجموعات سلعيه رئيسيه، وهي الزيوت، السكر، الرز، الاجبان، وايضا المكرونه وبيض المائده. التخفيضات بتتراوح من 25% إلى 30%، وبيتم عرض كل سلع المبادرة داخل السلاسل التجارية بصفر هامش ربح، مفيش هامش ربح. وبالتالي هنا السكر لما نقول في المبادرة 27 يوصل للمستهلك 27، بالإضافة إلى وجود السيارات المتنقلة سواء تابعة للسادة المحافظين أو تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.